هسجل بس الحوار على الموبايل عشان يبقى سهل في التفريغ، ممكن؟ مفيش مشكلة، ما عندكش مانع يعني. اتفضلي. طبعا انت شاعر غنائي وكمان كاتب سيناريو افلام. ده حسد ولا ايه؟ لا مش حسد والله، بس انا قصدي ان احنا نتكلم في حاجات كتير يعني. اتفضلي، انا تحت امرك. ميرسي قوي يا استاذ هيثم. الكلام التافه اللي انت بتكتبه والاغاني الغريبه اللي ساعات لما بسمع الكلام بجد بتخض. الف سلام عليك من الخضه. لا بجد والله. معلش، انت شكلك لسه جديده. ما هو جديد بيقدم وبيملح وبيحمض، مش ده كلام اغانيك برضو؟ تمام. بصي، هو ذوق الناس عموما اتغير، فانت لو ما عرفتيش تواكبي التغير ده هتفضلي قاعده في البيت. انت بجد مصدق اللي انت بتقوله ده؟ طبعا. وهو مين اللي غير ذوق الناس؟ مش انتوا؟ انتوا؟ هو في 15 بيتكلموا معاكي؟ مين انتوا؟ اصحاب الكلمه. لا مش انا. انا ببقى شغال تمام زي الفل، بس بيجي واحد يعمل اغنيه كلماتها مختلفه وتافهه زي ما انت بتقولي، بس بتنجح وتكسر الدنيا، فتلاقي كل السوق بيعمل اغنيه شبه اللي ضربت دي. يعني انت ما عندكش شخصيه، لو واحد عمل حاجه مش تمام انت بتعمل زيه وخلاص. هو انت ليه مش قادره تفهمي ان في سوق؟ سوق. انا مش منتج، انا عبد المأمور، ما ينفعش يطلب مني شغل ما اشتغلوش. بس ممكن ترفض. اتاكل واقعد في البيت. يعني تعمل اي كلام يا تقعد في البيت. ده مش اي كلام، ده كلام ليه معاني مختلفه، وهي دي لغه الشباب دلوقتي. وعلى فكره ده بيحصل من زمان، يعني ايام عبد الحليم حافظ مثلا كان في جنبيه في نفس الفتره ناس بتغني كلام كتير ما ينفعش يتقال في وقتها. هو صح ده حمبودي كانت ينفع تبقى موجوده؟ صح ده حمبودي اغنيه شعبيه، وبعدين كان في مليون مطرب تاني، الفنان فريد الاطرش، ورده، نجاه، ناس كتير قوي، لكن دلوقتي مفيش غير كده. وانا هتحمل كمان نتيجه حب الجمهور للمطرب واختيارهم لاغانيه. لازم تعرفي ان طريقه اعجاب الناس دلوقتي ما بقتش بصوت المطرب وبس، في عوامل تانيه كتير ومهمه، زي شكل الكليب مثلا، طريقه التوزيع. على فكره انا اخر حاجه يعتمد عليها في الموضوع ده. بذمتك ما بتتكسفش لما يجي واحد يقول لك في لحن وعايز تحط له كلام؟ يعني الناس الفطاحه اللي انت بتتكلم عنهم كتير قوي كانوا بيقعدوا كتير جدا عشان يختاروا الكلمه، دلوقتي انت بتجيب اللحن وتفصل له كلام، بذمتك مش مكسوف؟ على فكره انا اول ما بشوف لحن من الالحان دي بعرفها على طول. بجد؟ لا برافو عليكي، ده انت شاطره قوي. شفت بقى؟ هو انت عايزه ايه بالظبط؟ انا ولا حاجه، عايزاك تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي لما اكون غلطان؟ طبعا غلطان. انت ما بتشوفش الولاد الصغيرين هم بيلقطوا كل الكلام اللي انت بتكتبه ده؟ اكل العيش وبس هو اللي همك. يا ست الحاجه، وانت ما بتفهميش؟ ايه حاجه دي، ما تتكلم عادل. انا غلطان اني سمحت لنفسي اتكلم معاكي اصلا. انت ليه زعلان؟ ممكن توصل وجهه نظرك بشكل محترم. انا زعلانه عليك، انت شاطر والمضمون ده اهم حاجه. يعني عايزه اقول لك ان اول ايه نزلت في القران الكريم هي اقرا، حتى في المسيحيه في البدء كانت الكلمه. يعني اهم حاجه في الدنيا واهم حاجه بتسيطر على ذوق الناس هو الكلمه. يا انجي افهمي، انا نتيجه مش سبب، روحي حاسب المنتجين. لا مش مصدقك، لان اي شاعر او اي فنان عنده قوه الرفض. يعني انا اللي مزعلني منك ان انت عملت فلوس كتير قوي في الاول، انت مش نتيجه زي ما انت بتقول، انت بتقود الناس للاسفاف، انت بتبتكر الجديد كمان. والله دي شطاره مش حاجه وحشه، انا متمكن في الشعر. وبعدين ايه هي اصلا قوه الرفض؟ انا لو عملتها هقعد في بيتنا. يعني الموضوع بقى سبوبه ونحت. انت مين اللي زيك عليا؟ ليه بتقول كده؟ عشان ده واضح. هو انا لو ما طبلتلكش وقعدت افخم فيك يبقى مزقوق عليك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ما علينا، الحوار خلص ولا لسه؟ لا لسه. طيب بصي يا انجي، انا بحاول اعمل شغل كويس، بس المنتجين والمطربين ذوقهم هم كمان اتغير، وانا اكيد معاهم، لو حاولت اعمل فيها السبع رجاله اكيد هتنسي. يعني انتوا ماشيين ورا الجمهور اللي انتوا اصلا بتمشوه، بقينا بلد الجمعيات، فهي دي النتيجه. ايه جمعيات دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني كل واحد بيمشي ورا الحاجه اللي نجحت، مش مهم مضمونها ايه. يا سلام، طب ما الغرب هو كمان كده، لو حاجه نجحت كل الناس بتعمل زيها. ولا انت شكلك ما بتتفرجيش على حاجه بره؟ لا الغرب لما بيبقى في حاجه كده بيبقى في مليون حاجه قدامها كويسه، والناجح بيفضل ناجح، مش الناجح بيروح يفشل نفسه مع الجاهل. انا مش فاهم كلامك. مش مهم. مهم ان انا بقى عايزه اكلمك في حكايه الافلام، ايه اللي خلاك تكتب افلام؟ والله انا لقيت نفسي اقدر اكتب حاجات حلوه، وبعدين الحمد لله يعني كل افلامي ناجحه. بس انا بحس ان انت مش مالك ادوات كتابه السيناريو. انت دارسه نقد فني؟ ايوه. دارسه سيناريو؟ لا. يبقى ما تتكلميش معايا في سيناريو وحوار. ليه؟ انت دارس سيناريو؟ انت كذاب، انت طلعت على التلفزيون وقلت انك مش دارس سيناريو، وان الموهبه اثقل بكتير قوي من الدراسه. طب ما هي الموهبه افضل من الدراسه، انت ممكن تبقي دارسه وحماره. امال ليه حاولت تكذب وتقول ان انت دارس سيناريو؟ وليه سالتني اذا كنت انا دارسه نقد فني ولا لا؟ ما انت ممكن تبقى دارس نقد فني وحمار. بص
انت افلامك كلها منحوته من افلام غربي. السينما فكر، فين فكرك؟ انا مش قادره اصدق ان ده ذوق الناس، لان اكيد الناس مش حابه تشوف نسخه عربي من فيلم غربي على ادفه كمان كتير قوي. فرصه سعيده جدا يا انجي. احنا لسه ما كملناش. لا كملي انت بقى، اقعدي اسالي وردي على نفسك. وحياه امي لا اعرف مين ابن الكلب اللي موصيكي تعملي فيا كده. انا مش فاهمه ليه انت زعلان. انا بقول لك انك تافه، دي وجهه نظري يعني. ابن وجهه نظري انك تافه، ايه المشكله؟ ايه يا بنتي مالك؟ سارة؟ ماليش. طيب انا هو ممشي دلوقتي عشان عندي مواعيد كتير قوي، بس الازازه بتاعت النهارده كانت ايه، كانت فظيعه والجو كان تحفه. ممكن تسكت وملبس وانت ساكت؟ سارة انت في ايه؟ انت مش طبيعيه النهارده، وانا ضايقتك في حاجه؟ من فضلك يا نور، مش قادره اسمع صوت. انت مستنيه حد؟ خليك قاعد هنا، ما تطلعش بره. ازيك يا ساره؟ انت فين؟ انا هنا. وحشتين. وانت كمان قوي يا بابا. انت كويسه؟ انا كويسه. انا كمان كويس جدا. ايه الابتسامه اللي مالهاش معنى دي؟ ليه بتقول كده ساره؟ انت فاكره لما قلت لك اني بقيت اشرب كاس واحد في اليوم وبالليل؟ فاكره. طيب بقى كاس واحد كل يومين ثلاثه. أنا مبسوط جدا من نفسي. برافو يا بابا. ومالك بتقوليها كده وأنت مش مبسوطة؟ لا والله أنا مبسوطة جدا. أيوه كده. بابا. أيوه. هو أنت كنت جاي عشان تقولي كده بس؟ أيوه. دي حاجة كبيرة جدا مش صغيرة. لأني قدرت أسيطر على نفسي. ونجحت إني أتحكم فيها. أكتر من الأول بشوية. لأني كنت بستنى الكاس بتاع بالليل ده. فبقيت استنى بالليل ده بفارغ الصبر. كان لازم اكسر ده جوايا. وقدرت. ابوك شاطر مش كده؟ كده. وانتي كمان شاطر. في يا ساره؟ بقول لك اطلع بره. هو انا عملت لك حاجه؟ اطلع بره، انت ايه اللي جابك اصلا؟ انت ما بتفهمش. خلاص هسيبها لك وماشي. بره بره جاتك القرف. فهمتيني يا عزيزه؟ اه يا اخويا. هاتي يا اختي الرز ده. يعني لو ما تقعدي يا ست اللي اسمك فتكات، انت روشتينا بقى. الله، بتقعدي يا فتكات، هتزعلي الاستاذ مننا. طب حاضر يا ست عزيز. هو زمان الناس بتتفرج علينا دلوقتي في التلفزيون؟ زمان ابو احمد شايفني
يا اختي ده لو ابو احمد عنده تلفزيون اساسا يبقى يشوفك. تسيطر يا زيزه بقى. تسفتينا يا شيخه. ابو احمد ايه سارة؟ الو بقول لك ايه، اتفرجي على الحلقه النهارده عشان هتكون حلقه مسخره. حاضر. مال صوتك؟ مفيش. لا بجد في حاجه؟ مفيش حاجه. طيب انا هخلص وعدي عليك. اوكي باي. فتحي معلش انا اروح مشوار، ممكن نشيل عني الفقره دي؟ حاضر. بس في حاجه؟ لا لا مفيش، كله خير. ده الرننج اوردر. طب يلا باي باي يا جماعه. خير يعني؟ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد خد باله فيكم انه لما بيقول الجمله دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انه يكون فعلا بيعنيها؟ يعني يقصد ان السلام يحل على المكان ورحمته وبركاته؟ من غير ما نفكر لا طبعا. ده احنا ساعات بنقول السلام عليكم وبعد كده نرجع نشتم الراجل اللي احنا سلمنا عليه. ما علينا. النهارده وبناء على طلب الجماهير في الرسائل اللي جات لنا جبت لكم عزيزه. اهلا بيك يا عزيزه. اهلا بيك يا غالي. يا سلام، شفتوا قالت لي ايه؟ اهلا بيك يا غالي، وهي فعلا تقصدها يا غالي. غصب عن ام الكل غالي. امال ايه؟ خلاص خلاص يا عزيزه قلبك ابيض. ها هتعملي لنا ايه النهارده يا عزيزه؟ النهارده هدوقكم واعمل لكم المحشي بكل انواعه. الله الله الله، احكي لنا حكايه المحشي يا زوزو. ده حكايته حكايه. اولا اسمه ظلمه. والكلمه دي تركي عراقي. يا سلام. بمعنى ايه؟ الجنينه المليانه تلاقي النسوان من دول جايبه كل انواع الخضار وبتحشيها وتخليها كده في صينيه بسم الله ما شاء الله. وتبقى مليانه، من هنا كلمه الجنينه الايه؟ المليانه. المليانه. انا بحب في عزيزه قوي انها بتحب الحاجات اللي بتعملها ودايما عندها معلومات عنها، يعني الموضوع مش جاي اعتباطا كده ولا كلش ان كان. لا قولي يا ست الكل قولي. عايز اعرفك بقى بفتكات بتلف العنب. اجدع واحده تلف العنب، بتلفها اكتر من السيجاره اللي بتلفها الزين. اهلا اهلا مدام فتكات. وعقيله بتعمل كرومب، اشطر واحده في الحته، نمره واحد. اهلا اهلا يا ست عقيله. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا اهلا. نقول بقى المقادير. اتفضلي. هنجيب نص كيلو مفروم او كيلو على حسب العيله يعني. كوبايتين رز، بصله كبيره حلوه كده، شبت بقدونس، كزبره، فصين توم، وما تكتروش عشان بينفخ. حلو الكلام؟ حلو. وبعدين تروح مقلبينها ايه على بعض. حلو؟ يلا يا وليه منك ليها، قلبوا قلبوا الخلطه. اهو وريهم الشطاره. اهو. حاضر يا ست عزيزه. ادينا بنسهل اهو. وقبل ما عزيزه وضيوفي الجمال يجهزوا لنا خلطه الحشو، عايز اقول لكم انا سبت الخارجيه ليه؟ لان اكتشفت اني مش سياسي. اني ما بعرفش. السياسه مش انك تكذب، السياسه انك تخليني اصدق حاجه وانت عارف ان هي مش هتحصل اصلا. السياسه عمرها ما كانت مواجهه. يا الله، انا ما اعرفش اعمل كده. ما اقدرش اعيش بهذا الشكل. انا ما ينفعش اروح لواحد اسرائيلي احط ايدي في ايده وانا عارف انه ابن، ولا ايه؟ انا ما اقدرش اعمل كده. في ناس بتقدر تعمل كده وده مطلوب ومهم على فكره، ورغم ان الاتنين بيمثلوا على بعض. انا ما اعرفش امثل، ده عدو ولا مش عدو؟ يا اختي زودي الشبت في الرز عشان ما يلزقش. حاضر يا ست عزيزه. اهو. لا مؤاخذه يا استاذ، دي سياستي مع المحشي، انا اللي عارفاها كويس. على رايك يا زوزو، للاسف الشديد عندنا في مصر بقينا بنكذب على بعض طول الوقت.
أرجوكم خدوا بالكم من اللي بتقولوه، خدوا بالكم من كلامكم من لسانكم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صح يا زوزو؟ صح يا أستاذ حبيبتي. وأنت بتقول غير الصح. ما تفرطش كده اهوت الورق، خليني احشي معاك. بقول لك ايه يا استاذ، بس سيب احزانك دي يا اخويا وتيجي تحشي معانا. والله عندك حق، وانا بديك الساعه. يلا بينا. يلا قربي هنا. هاني اتفضل. الخلطه ده ورق العنب؟ لا يا بنتي كل ما تكوني تعبانه نفسيا تهدي حيد انا ونغير ديكور حديد اهو. صحتي ما بقتش قد كده، ارحميني. يا انا تخيلي بقى ان يظهر هتيجي عندها حق، يظهر ان انا فعلا هوكر. هوكر ايه الكلام الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ سارة كل واحد في حياته أكيد في حاجة بيحبها، ومش عيب إنك تكوني بتحب الجنس. أنا بتكلمش على عيب ولا صح ولا حرام، أنا بقيت قرفانة قوي من نفسي. إيه، عمري ما حسيت بكده زي النهاردة، عشان كده أنا خدت قرار. هو أنت بتتكلمي جد ولا بتهرجي ولا إيه؟ كلام جد طبعا، قرار نهائي كمان. أنا مش هعمل كده تاني. أبويا لما جالي النهاردة واتكلم معايا شفته قد إيه مبسوط إنه قدر يسيطر على نفسه. كنت حاسة عايز يقولي أنت ما بتعمليش كده لأنت كمان، أنت ليه سايبة نفسك كده للي يوديكي واللي يجيبك، مع إنك تقدري. تعرفي يا سارة أكتر حاجة بتعجبني فيكي إيه؟ تاري عليكي بقى شوية بمزاجي بدل النكد اللي إحنا فيه ده. إنك لما بتيجي تعملي الصح أو الغلط بتعمليه بنفس البراعة. بمعنى مثلا يعني لما تعملي حاجة غلط بتعيشي فيها لغاية الآخر وبتستمتعي بيها جدا، وفجأة لما تقرري تعملي حاجة صح برضو بتستمتعي بيها. زي دلوقتي. أنا من ساعة موضوع حمل هي إيه وأنا عمالة بسأل نفسي سؤال، أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ عشان المتعة وخلاص؟ في حياتنا حاجة اسمها المتعة المؤجلة. إيه الاسم الحلو ده؟ ينفع مسلسل تركي. الأوراق المتساقطة، العشق الممنوع، المتعة المؤجلة. اضحكي بقى. انت ليه سبتي شغلك وجيتي؟ هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة بصراحة. يا بنتي ده غيرك. وبعدين في 1000 حد يقف مكاني في البرنامج، مع ان النهارده في فقرة بصراحة كان نفسي اتفرج عليها. ما تعالي شوية. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يا جمال المحشي. مال المحشي يا حلاوة. لما تغرف المحشي تقول ايه؟ ايه؟ اكل ولا احشي؟ تقبيح يا زوزو. والنبي نادلني على الوزير غلبان، على لحم بطنه من الصبح يعني امه. يا زين. بس ايه رايك يا زوزو المحشي جميل؟ اتفضلي حبيبك اهو. فظيع الراجل ده، مش ممكن. ايه ده؟ يا زين ما اخترت. ايه اللي لابسه ده يا زين؟ اسمه المحشي معليك. قرب قرب كل. أعزائي المشاهدين، دي كانت آخر حلقة ليا معاكم. تزوروني بعد كام يوم في برنامج جديد. صباح على خير. إيه ده؟ الكلام ده حقيقي؟ هنعمل برنامج جديد، بس لسه طبعا هنعمل اجتماعات عشان نشوف الفكرة اللي هنقدمها.
يا مرحبا. انت فين يا بنت؟ انت اللي فين اصلا؟ بقالي فتره ما اعرفش عنك حاجه. خلاص بقى العد التنازلي، فرح يقرب. هتودعي لزبيا قرايبي جميل. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. امال فين تالتة؟ كلمتني في التليفون واكدت انها جايه وعامله لنا مفاجاه كبيره قد كده. انت اتضربتي امبارح في امبابا؟ يا ساتر يا رب. في يا بنتي؟ اتضرب بس الحمد لله ما اتعورتش. يعني انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ ان الله حليم ستار فيها يا جماعه، عيب فضايح دي، من الموضوع عدى وخلاص. تفتكروا ايه مفاجاتها دي؟ طلقت حامل. ازاي يعني كل واحد فيهم بينام في اوضه؟ باللاسلكي معايا طريقه جديده. بذمتكم لو كان الموضوع ده كده مش كنا ريحنا بالنا؟ تصوري ان ده ممكن يحصل فعلا مع التطور التكنولوجي اللي احنا فيه. يبقى الراجل نايم في اوضه والست نايمه في اوضه، ويظبطوا بقى الانتنة على اشارات بعض كده، الست تحمل وخلاص. وفريدي الموجه حصل لها تشويه. لا كده حرام، البيبي يطلع مشوه. دي بقى اسمها خيال. تعرفي ليه؟ ليه؟ ممكن الراجل يلقط اشاره جارته. وبعدين لو عنده مشكله جنسيه يروح بقى المهندس اتصالات. كل ده عشان نعرف مفاجاه دي ايه. ترى هاو دو اي لوك؟ تحفه بجد. مبروك 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 يا دودة. مبروك. الله يبارك فيك. ايه يما مش هتباركي لي؟ على ايه؟ على الحجاب. عندنا في الاسلام اللي بتلبس الحجاب بيقولوا لها مبروك. مبروك يا حاجه دودو. مش ناقصاكي انت كمان. مبروك يا هديل. الله يبارك فيك. ما قلتليش ايه رايك؟ مش عارف، مهم تكوني مقتنعه. مقتنعه طبعا، دي اوامر الشيخ سيف. ابدا والله، انا اللي فجاه طقت في دماغي اعمل كده. معرفش، حسيت عايزه اقرب من ربنا وارضيه، يمكن حياتي تهدى شويه. وبعدين بصراحه كده سيف بقى كويس قوي. بس اهم حاجه انك تحترمي سيف. ده حجاب. يعني ايه؟ يعني ان ما يصحش واحده محجبه تشرب شيشه في مكان عام او تحشش. تصوري دي اكتر حاجه بتستفزني، لما تلاقي واحده مثلا بنت محجبه وقاعده في قهوه عماله تشيش، ولا قاعده بقى في مكان تاني بتشرب حشيش. يا جماعه كل واحد حر في حياته. انا بطلت حشيش، وقبل الحجاب انا ما كنتش بشرب شيشه. وست بحجاب او من غير حجاب ما بحبش شكلها وهي بتشرب شيشه بصراحه كده، يعني شكلها بيبقى مقزز. كل الحكايه ان انا فكرت في الدنيا وفي الاخره وفي الجنه. الجنه مهمه قوي. مالك ساكته؟ متكلميش ليه؟ لا بس انا ماليش في الموضوع ده. اهم حاجه ان انت تكوني سعيده ومرتاحه. مرتاحه؟ انا اعرف عندكم في الاسلام ان موضوع الحجاب ده فرض، مش كده؟ عارفه انا الموضوع ده، بس مش معنى ان الست اتحجبت انها تدخل الجنه، وان في ست تانية مش محجبه هتدخل النار. يعني الموضوع بمجمل الاعمال كده على بعضها، مش بالحجاب ولا ايه؟ صح يا جان، فعلا كله في ميزان. بحب دماغك قوي يا جو. وانا ما قلتش ان بالحجاب هخش الجنه، انا قلت بالحجاب انا على الطريق الصحيح. انت قفشتي كده ليه؟ انا بتكلم عن مفهوم الجنه والنار بشكل عام، ما اقصدش حاجه تخصك. مالك؟ ماليش، بس انت اخر واحده ممكن تتكلم معايا في الموضوع ده. ليه بقى؟ لاني ببساطه ما احبش حد مشرك يتكلم في ديني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه؟ مش هي دي الحقيقه؟ ما تتكلموا. لكم دينكم ولي دين يا هديل. احنا من امتى بنتكلم في المواضيع دي؟ قولي لها هي الكلام ده، مش تقولي لي انا. لا نقول لك انت. انا ما بحبش طريقه الكلام دي يا هديل. من امتى بقى يا ساره؟ ما احنا بنتكلم في اي موضوع بينا. اشمعنى الموضوع ده بالذات اللي ما نتكلمش فيه؟ انا ما بقولش ما نتكلمش، انا بقول لك ما بحبش طريقه الكلام دي. احنا طبعا ممكن نتكلم في اي حاجه، بس ما نغلطش في بعض. وانا ما غلطتش فيها، هي دي الحقيقه. خلصت؟ خلصنا ايه بالظبط؟ مش معنى ان الدين مختلف عن دينك
ان انت تكوني هجوميه عليا بالشكل ده. انا مش كافره يا هديل ولا مشركه زي ما انت قلتي. انا عارفه ربنا كويس. وانتوا بقى بتقولوا مين ربنا؟ انت مالك ومال ديني. وانت كمان مالك ومال ديني. انا وانت لينا مهمه واحده بس على الارض، ان احنا نتعامل مع بعض كويس. لما نموت ربنا بقى حر فينا. انت مش عندك في دينك ايات بتوصيكي باهل الكتاب يهود ومسيحيين؟ احنا كمان عندنا ايه في الانجيل بتقول احبوا اعدائكم. وانت مش عدوتي، انت صاحبتي وحبيبتي وعارفه انك بتحبيني. عشان كده انا مش هزعل منك. انا مش هقول لك ربنا يسامحك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين لما الكفار عذبوهم جامد: روحوا لملك الحبشة لأنه عادل، حوله هينصفكم ويحميكم. ما قالش ده كافر ما تروحوش. إيه يا جماعة، هو في إيه؟ هو الكلام ماله قلب بجد كده ليه؟ عشان في ناس لما بتتدين ما بتبصش لنفسها، بتبص للي حواليها وبس. أنا ما بصتش على حد حوالي. إيه؟ شايفاني ماسكه ودانها بقول لها يلا تعالي اسلمي؟ انا ما غلطتش في دينك يا هديل. انا قلت وجهه نظر كل المسلمين عارفينها. ده ما يديكيش الحق ابدا ان انت تهنيني بالشكل ده. انا في حقائق في المسيحيه عندي مؤمنه بيها، زي ما انت عندك حقائق في اسلامك مؤمنه بيها. وانت يا ساره، لما حصل لك الميس كارج والرجاله اللي انت بتجيبيهم البيت، انا اسفه، انا مش قصدي اجرح فيك، انا بس عايزه اوضح حاجه. ده حرام ولا لا؟ دينيا حرام طبعا. وعندنا احنا كمان حرام. انا وانتي كنا مختلفين على موضوع البيبي ولا لا؟ كنا مختلفين. بطلنا نكلم بعض؟ لا. فكرتي تخسريني؟ لا طبعا. سامعة يا هانم؟ ولا تحبيني اقول لك يا اخت ولا يا حبيبتي في الله؟ انا عارفة ان في فرق في الدين بيننا، بس انت عارفه ايه اللي بينا؟ احنا بينا سنين عمر، بينا صداقه، احنا بينا حاجات كتير قوي يا هديل. يا شيخ، ده عندكم وجادلوهم بالتي هي احسن. هديل، هو انت عشان محجبة ومتجوزة هتدخلي الجنة؟ وعشان هما مش محجبات وفي منهم اللي عنده علاقات هيدخل النار؟ أنا ما غلطتش فيكي، علشان ديني بيأمرني بكده زي دينك بالظبط. كونك تتحجبي أو ما تتحجبيش ده لا هيضرني ولا هينفعني، وكوني مسيحية ده لا هيضرك ولا هينفعك. كل اللي انا عملته ان انا علقت على كلامك، ما كانش قصدي اجرحك ولا اكسفك، علشان انا بحبك، بحبك بس. ده اللي هيفضل بيني وبينك. جان يا جان، ما كنتش متخيله ان كلامنا هيوصلنا في الاخر للشكل ده. عاجبك كده يا هانم؟ احنا من امتى كنا بندخل الدين في حياتنا يا هانم؟ في ايه يا جماعه؟ ما خلاص. لا مش خلاص يا هانم. تلاتة هانم؟ تريقه بقى يعني. هو انتوا على طول عاملينني ان انا البعبع وانا التروبش وانتوا ايه يعني؟ الملائكه؟ عرفتوني. ايه جابني هنا يا هديل؟ أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. أنا طلبت من ربنا كتير إنك تغيري، بس ما كنتش أتخيل إنك هتغيري كده. عشان أنت اتغيرت أنا كمان اتغيرت. أنا مبسوط جدا. وأنا كمان. ايوه عاطف، في ايه يا ريس؟ في زباين كتير خدت المتسكنات بتاعتها وانت بقالك اسبوع ما بتفتحش.
اللي عايز ياخد موتوسيكل ويعطى ياخده براحته. انت بتتكلم منين؟ هم عاوزين يتكلموا معاك. يا ابني يتكلموا معايا في ايه؟ قول لهم ان انا هسافر كام يوم وراجع. حاضر يا ريس. وبعدين يعطى اشتغل بايدك شويه يا اخي. ما بيردوش يا استاذ. طب يعطى خلاص اقفل. سلام انت. هديل مش قادر انزل الشغل دلوقتي. طب ولحد امتى؟ محتاج ارتاح شويه. محتاج اقعد في البيت اصلي اقرا قران. محتاج اقعد معاكي. ايوه لكن احنا عندنا مصاريف ما بتوقفش. ومش هتستنى انا المصاريف دي. معلش يا هديل استحمليني شويه اليومين دول وشيلي انت شويه. اشيل ازاي يعني؟ ما هو انت لازم تشتغل. بيني وبينك انا خايف اخرج من البيت اساسا. خايف ارجع لحاجات انا خدت قرار اني ما ارجعش فيها تاني ابدا. طب ما انا كمان ماليش نفسي انزل الشغل. فيها قد كده احنا الاثنين كنا محتاجين نرتاح ونهدى. بونجور يا استاذ. الورق ده لازم يتبعت للناس النهارده. حاضر. بس انا كده لازم ترجمه الاول. عشان كده بسالك هتعرفي تعملي ده النهارده ولا لا؟ هحاول. مفيش حاجه اسمها احاول، في اقدر او لا. حاضر. ماشي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. ميرسي. ذوقك حلو جدا. لا على على ايه بس؟ مالك؟ مفيش. مفيش فعلا؟ اصل دي اول مره اخرج من الزمالك من فتره. بنت من ساعه علياء. بس ما كنتش هتفضل طول عمرك في الزمالك ولا ايه؟ اكيد. تشرب ايه؟ قهوه. وانا بسألك ليه؟ ما انا عارفة. هشربك قهوة عمرك ما شربت زيها. ماشي. ساكت ليه؟ مكتبك حلو قوي على فكرة. اتفضل. لا 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 انا ماليش في قعدة المكاتب ولا حتى الاماكن الواسعة. انا المحل كويس قوي عليا. هتفضل في المحل على طول؟ ايوه. طب ما فكرتش بعد كده تطور شغلك؟ كنت بفكر بس كل حاجة اتلخبطت. معرفش انا ما بقتش عارف افكر يا هبة. خلاص افكر معاك. لا 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 انا كده هصدعك. لا. صدع براحتك، انا طالما بشرب قهوتي مش هصدع. اتفضل. اشرب وقولي رأيك. هايلة. ميرسي. بفكر افتح محل تاني والمحل التاني يخليني افتح محل تالت. بس ده كان زمان بقى. طب اوكي ده كان زمان، دلوقتي؟ لا ما اضحكش عليك، انا بفكر اصفي اموري من مصر اصلا واسافر. فين؟ هولندا. انا عندي شويه صحاب هناك وكان ممكن هناك اشتغل في الورد. وانت معاك فلوس تخليك تقدر تفتح بيزنس هناك؟ اه علياء كانت محوشه فلوس من ورايا، تخيلي.